قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج عمر قتيبة الغانم إن البنك تمكن من تجاوز الأوقات الصعبة ويمتلك استراتيجية واضحة والتزاما قويا بتحقيق النمو. وأضاف الغانم في كلمته أثناء الجمعية العمومية العادية وغير العادية أن البنك واصل التركيز على أنشطته الأساسية في الإقراض التجاري والشخصي في السوق الكويتي وتعزيز انتشاره المحلي. وأشار الغانم إلى أن البنك سينفذ ذلك وفقا لمعايير صارمة في إدارة المخاطر وبناء على السياسة التي ساهمت في إضفاء الأمان والنهج السليم في إدارة الأصول. قروض البنك هالسنة زادوا 9%، السوق زاد 6%، يعني البنك كبر أكثر من السوق 3%. يعني 2013 كنا 3.7 مليار، وهالسنة تقريبا واصلين 4 مليار. يعني الحمد لله هذه نتيجة وايد زينة. البنك بنى ريسك مانجمنت سيستمز قوية حق يتأكد الوضع البنك يعني يكون سليم بالمستقبل الجاي، ويتأكد كل القروض اللي احنا نكتبهم الحين يكونوا يعني سليمين.